الاثنين 18 من ديسمبر، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس. وتتابعون معنا اليوم مدبرات المنازل الإفريقيات في ليبيا، هل أصبحت ظاهرة؟ ووزارة الداخلية تنفي الأخبار المتداولة بشأن وجود ازدحام بمعبر راس جدير وتصفها بالمظللة. التفاصيل تتابعونها معنا اليوم في اقتصاد بلس، أهلا بكم جميعا. والبداية نأخذكم إلى جولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية في صدى الأخبار. في صدى الأخبار تلتحق بنا مباشرة الزميلة نسرين سليمان. نسرين مساء الخير. مساء النور وفاء، ونرحب بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا برنامج اقتصاد بلس وفقرة صحيفة صدى الاقتصادية. أهلا بك. إذا بداية نسرين، ننطلق بتصريح مساعد مدير الإعلام بإدارة الضمان الاجتماعي خالد وريث الذي قدم لكم تفاصيل الفروقات وقيمة الراتب الضماني. بالفعل تحدثت صحيفة صدى الاقتصادية مع مساعد مدير الإعلام بإدارة الضمان الاجتماعي خالد وريث، اللي كشف للصحيفة عن الفروقات وقيمة الراتب الضماني واللوائح المعمول بها في صرف الرواتب. هنشوفوا هذا التصريح من خلال هذا الفيديو. فروقات للمتقاعدين فيما يتعلق بقرار الزيادة السابق اللي كانوا يستحقوا منه حوالي 5 أشهر، ولكن مكن الله المؤسسة الضمانية بأن استطاعت بأن تصرف شهري يناير وفبراير عن عام 22. ما زالوا يستحقوا المتقاعدين بعض 3 أشهر. في حال توفير الأمور المالية اللي بإذن الله نحن ما عندناش أي إشكالية كصندوق الضمان الاجتماعي في تسهيل هذه المبالغ في حساباتهم مباشرة، تتفاوت وفق ما صدر القرار ورفع الحد الأدنى إلى 900 دينار في اللي كان يتقاضى في 450، وبالتالي جن 450 مباشر باش وصل ل 900، وفي اللي كان 800 وهو كان 100 دينار، فتتفاوت على حسب الزياده اللي جاتها يعني، او على حسب وصوله للحد الادنى ل 900 دينار، تتفاوت من متقاعد الى اخر يعني. نواصل مع صحيفة صدى الاقتصادية ونمر نسرين لتصريح مؤسس شركة الجوفة النفطية محمد العرفي الذي اعتبر أن النفط ما زال محتكرا من قبل الشركات الأجنبية. بالفعل تحدثت صحيفة صدى الاقتصادية أيضا مع مؤسس شركة الجوف النفطية اللي أفصح لصحيفة صدى الاقتصادية أو تحدث عن رأيه في الإنتاج النفطي الليبي ووضع النفط في ليبيا، وقال أن النفط لا زال محتكرا من الشركات الأجنبية في البلاد. حنشوف هذا التصريح أيضا من خلال هذا الفيديو. شركات النفط تنقسم إلى 3 شركات، شركات إنتاج وشركات تصنيع وشركات خدمات مساندة. خدمات المساندة نوعين، نوع بسيط زي التموين والمواصلات والصيانة، ونوع تقني زي المعامل الجيولوجية والاختبارات الهيدروجية والتسميت وغيرها. فمثلا نشاط التسميت إلى الآن إلى اليوم بعد 70 سنة من عمر النفط إلى الآن محتكر بشركات أجنبية، وهي مثلا هاليبورتون وداول. لا يمكن حفر شبر واحد في هذه الأرض بدون وجودها. هذه الشركة بإمكانها أن تنافس وأن تحل محل الشركات الأجنبية. هذا في فائدة، الفائدة الأولى أن هي تخفض الأسعار. الفائدة الثانية أن هي تمنع الابتزاز الشركات، لأن الشركات تهدد. في الثمانينات كانت هاليبورتون داول تهدد بالانسحاب في ليبيا، ولو انسحبت هاليبورتون داول من ليبيا اليوم يتوقف النفط بالكامل. في ذات السياق، ماذا عن مدير إدارة العمليات بشركة الجوف النفطية هلال البسكري الذي تحدث عن ضرورة توفير أموال للصيانة وإعادة البناء؟ بالفعل تحدثت صحيفة صدى الاقتصادية في نفس السياق أيضا مع مدير إدارة العمليات بشركة الجوفة النفطية هلال البسكري، اللي أفصح لصحيفة صدى الاقتصادية وقال أن نحن نحتاج إلى أموال للصيانة وإعادة البناء، بناء ما خلفته الحرب. هنشوف هذا التصريح من خلال هذا الفيديو. شركة الجوف فترة الحرب على الإرهاب هذه طبعا تعرضت لدمار كبير جدا، وجزء من هذا الدمار ما زال مؤثر حتى على مسيرة الشركة. نحن بعض الصيانات ما تمتش حتى الآن، خاصة في التصنيع وكذا، ما زلنا نعانوا من بعض، محتاجة فلوس العملية ومحتاجة إعادة بناء وكذا. فالتأثير كان تأثير سيء ومؤثر جدا يعني، لكن الحمد لله الشركة قدرت تطلع من
للاثر السيء هذا، واضافت خدمات جديده ما كانتش موجوده لديها، فاعطاها فرصه ان هي تتحرك في السوق وبشكل افضل. حتى شركات متعدده تحاول تدخل السوق الليبي، ولكي تضمن النجاح تسعى في المشاركه مع شركه الجوف. إذن كانت هذه جولتنا في صحيفة صدى الاقتصادية، نمر الآن إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية على مدار 24 ساعة الأخيرة ونستهلها بالعناوين. وزارة الداخلية تنفي الأخبار المتداولة بشأن وجود ازدحام بمعبر رأس جديد. توقيع اتفاقية للنقل الجوي بين ليبيا وإيطاليا. ومدبرات المنازل الإفريقيات في ليبيا هل أصبحت ظاهرة؟ كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. اجتمع وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية أبو بكر الزوي مع اللواء جمال العمامي واللواء توفيق المساري واللواء صالح عوض لمناقشة آخر المستجدات الخدمية. وبحسب بيان الحكومة الليبية أنه سوف يتم توزيع الدفعة العاشرة من التعويضات خلال أيام، وكذلك توفير الاحتياجات كافة ومعالجة المختنقات داخل مدينة درنة. في ملف آخر، نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود ازدحامات بمنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس. وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، قالت أنها تواصلت مع مدير أمن المنفذ الذي فند هذه الأخبار المضللة للرأي العام وفق نص البيان. وحذرت الوزارة من وصفتهم بالأقلام المأجورة من هذا العبث الذي تطاله يد القانون، مؤكدة ثقتها الكاملة بأن المواطن لا يكترث لهذه الأكاذيب وفقا للبيان. ونشرت الوزارة في ذات السياق مقطعا مرئيا تم توثيقه بتاريخ الأحد أمس، يظهر انسيابية حركة السير ويبين خلو ممرات المسافرين من بعض المسافرين أثناء شروعهم في إجراءات العبور. في موضوع آخر، أعلنت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومصلحة الإحصاء والتعداد النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري لعام 2022-2023، وذلك لأول مرة منذ 2008. وفي حين لم تنشر الوزارة أي معلومات عن المؤشرات الناتجة عن المسح، أكد الزيداني أهمية هذا المسح في توفير البيانات والمؤشرات التي تساهم في وضع الخطط التنموية وصياغة السياسات العامة وتحسين جودة الحياة في ليبيا. وفقة المصلحة تحت شراف وزارة التخطيط لانتهاء هذا العمل، نحن الفترة القادمة أعلننا، أكيد سمعت كلكم بحضور على الاجتماع الأول للتعداد العام للسكان والتعداد المصاحبة. المدة الماضية تم عقد اجتماع اللجنة العليا برئاسة السيد معالي رئيس دولة الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة، وانطلقنا في هذا العمل. بإذن الله خلال سنة 2024 سيكون لدينا نتائج مبدئية في هذا الشأن. وتدعم حكومة الحقيقة للوحدة الوطنية العمل هذا العمل دعم كامل، وتواصل معنا ليلا بنهارا لغرض إنجازه. أيضا اليوم على هامش هذا الاجتماع كان لدينا تواصل مع معهد التخطيط العربي للكويت بدولة الكويت، وكان هناك نقاش. احنا ليبيا طبعا أحد الشركاء في هذا المعهد والمساهمين فيه، والمفروض ان حقيقه ان احنا نستفيد من الخبرات والكفاءات والاستشارات التي يقدمها في مجال التنميه البشريه. التنميه راهي ماهيش تنميه ان احنا نبنوا مدرسه، والله تنميه ان احنا نديروا جامعه ونجيبوا مختبر وما نعرفوش نشغلوه، والله نجيبوا اهم حاجه التنميه البشريه. وبالتالي هذا الموضوع ضمن خطه تعود الحياه. استقبل وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر السويسي بحكومة الوحدة الوطنية في مقر ديوان الوزارة الوفد الإيطالي الذي ضم رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالي ومندوبين عن الرئاسة والخارجية الإيطالية وأيضا شركة الخطوط الإيطالية. وعقد اجتماع وقعت خلاله اتفاقية النقل الجوي بين البلدين ومذكرة التعاون الفني بين مؤسسات الطيران المدني، حيث ستفتح الاتفاقية آفاقا جديدة نحو عودة الحركة الجوية مع دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا تمكين شركات الطيران الليبية من استعادة وجودها بالأسواق الأوروبية.
تشهد البيوت الليبية تنامي ما يعرف بمدبرات المنازل من الإفريقيات، في وقت تلمح فيه المنظمات الحقوقية لوجود نوع جديد من العبودية، فكيف يتم استجلابهم وبأي مقابل؟ التقرير التالي يقدم التفاصيل. يوشك مصطلح مدبرات المنازل أن يمثل ظاهرة في ليبيا مع تنامي أعداد العاملات الإفريقيات بالأساس وانتشار مكاتب وهمية لجلبهن إلى العاصمة طرابلس وغيرها من المدن الكبرى بصفة غير قانونية وفق الملاحظين، شبكات تديرها أجنبيات خاصة من نيجيريا إلى جانب مواطنات ليبيات في الخفاء، حيث تساعد أجنبيات من إفريقيا جنوب الصحراء تعملن كوسيط في مساعدة ربات المنازل الليبيات في الحصول على مدبرات لمنازلهن. وبناء على طلب العميلة والعمل المنزلي المقدم يتم تحديد المرتب الشهري الذي يسلم إلى الوسيط وليس إلى من ستقوم بإنجاز العمل المنزلي، مع تقديم مرتب شهر إضافي مقابل أتعاب المكتب الوهمي الذي استقدم العمالة في وضع أقرب إلى نوع جديد من العبودية وفق منصة دروج الحقوقية، وتتراوح المبالغ المتعاقد عليها بين مكتب التوظيف الوهمي والمهربين من 1500 إلى 2000 يورو. ورغم ما نص عليه القانون رقم 12 لسنة 2010 في فصل الخدمة المنزلية والمواد التي جاء على ذكرها كصرف بطاقة خدمة وعقد عمل بين طالب العمل والمشغل وغيرها من التفاصيل، إلا أن تحجج أصحاب المكاتب بصعوبة استخراج تراخيص مكاتب توظيف قانونية ساهم في انتشارهم. ويتم استقدام العمالة الإفريقية إلى ليبيا من نيجيريا عبر النيجر ثم الجنوب الليبي دون المرور على نقاط تفتيش قانونية ودون جوازات سفر، وتستغرق رحلتهن من 15 يوما إلى حدود الشهر بالاعتماد على مهربين من الجنسيتين، ويتم سداد المبلغ على نصفين، الأول عند بدء الرحلة والثاني عند وصول العاملات إلى طرابلس مقابل مرتب شهري يكون بين 900 و1200 دينار يتسلمه الوسيط إلى غاية استيفاء ثمن الرحلة والأتعاب، وبعدها تعود العاملة لاستلام مرتبها بنفسها. لكن الجانب الخفي في هذا الأمر أن عددا من الجرائم التي تكشف عنها السلطات الأمنية كالسرقات وخيانة الأمانة تكون على يد هذه الفئة من العمالة التي تستجلب أحيانا من صفحات التواصل الاجتماعي. اليوم نتكلم على واقع السرقة من داخل أحد بيوت منطقة الحي الصناعي، واتضح من قام بالسرقة وهي مربة البيت المعروفة بالشغالة نيجيرية أفريقية. نحذر أهلنا وناسنا بأن هذه الشغالات يتم جلبهم من مكاتب وهمية لا نعرفها إلا عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي. العيب أنك هذه الشغالة لا تعرف وضعها الصحي، لا تعرف جنسيتها، لا تعرف كيفية دخولها إلى أراضي الوطن، لأن هذه في صفحات التواصل الاجتماعي هذه وهمية وقد تكون ترتقي إلى مستوى العصابات. يذكر أن وزير العمل علي العابد كان قد أكد على هامش مؤتمر عمل تجمع دول الساحل والصحراء في نوفمبر الماضي على ضرورة تنظيم ملف تنقل العمالة بما يكفل حماية حقوقهم ويحقق المنفعة لأسواق العمل ويحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. إذن نناقش تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا، ضيفة الحصة الأستاذة سمية بن لطيف رئيس قسم السياسات والبرامج بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي. أستاذة سمية مساء الخير، أهلا بك معنا في اقتصاد بلس. مساء الخير لك أختي فاضلة ولقناتكم الموقرة، ونشكركم على الاستضافة. شكرا لك. إذن أستاذة سمية، كما كنت تتابعين، نتحدث اليوم عن شبكات وعصابات إجرامية يعني تشغل هؤلاء أو المدبرات، ما يعرف بمدبرات المنازل، يعني والظاهرة تتنامى في ليبيا، وتابعنا تصريحات وتابعنا يعني جرائم كانت وراء هؤلاء، فكيف يمكن اليوم الحد من هذه الظاهرة؟ لا يمكن القضاء عليها أكيد، ولكن الحد من هذه الظاهرة كيف يكون؟ نعم، في البداية نشكركم على الاهتمام بهذه الظاهرة وإتاحة الفرصة للنقاش فيها. طبعا هذه الظاهرة تعتبر أكبر تحدي أمام الدولة الليبية، خاصة في يعني بشكل عام في الهجرة، وبشكل خاص السيدات اللي يشتغلوا في البيوت، لأن هذا أكثر خطر من الهجرة بشكل عام، لأنها هذه الأخوات يدخلوا في بيوت الليبيين ويؤثروا في النسيج الاجتماعي، وأيضا يعتبروا خطر على الأسرة الليبية وعلى عاداتها وتقاليدها وقيمها والتنشئة أيضا.
إضافة إلى أن الجرائم اللي تفضل فيها التقرير توا أو أثارها هذه نقاط مهمة جدا وخطيرة جدا فيما يتعلق بموضوع الهجرة. وفي نفس الوقت أستاذة هي جريمة التجار بالبشر في حقهم أيضا. نعم هي سلاح ذو حدين، يعني هي في الاتجاهين، في خطرها في الاتجاه بالتجار بالبشر، وهذه تعتبر جريمة دولية وإنسانية في الأساس، والجانب الآخر اللي هي تأثيرها على الأسرة الليبية وعلى المجتمع الليبي. فللأسف الشديد القانون الليبي هو وضع قواعد أو أسس للتعامل في الحالات اللي هي العمالة في البيوت والعمالة في القطاع الخاص بشكل عام، ولكن للأسف نظرا خلينا نقول الانقسام والتسيب أو عدم الضبط مثلا الإجراءات المؤسسية أو تنظيم العمالة بشكل كبير يعني أو بشكل صحيح، أدى إلى هذه التحدي، خاصة وإن الازدياد الطلب على ربات البيوت، نظرا لأن هذه الوظيفة بشكل خاص في ليبيا يعني لا ليس عليها نعم. هناك إقبال، يعني ليست نعم. هناك يد نعم. عاملة متوفرة من الليبيات بالتحديد. فنجد أن الطلب هذا هو طلب مشروع طبعا، وبالطبيعة أي أم أو الأسرة اللي ظل فيها الأم عاملة وكذا فهي محتاجة لمن يساندها ويساعدها في أمور البيت، حتى يعني في كل المجتمعات. على سبيل المثال دول الخليج هي الأقرب إلى دول شرق آسيا والعمالة كانت توفد من، ولكن الفكرة في أنها هي تدخل بطريقة مقننة بطريقة نظامية، معروف المصدر، معروف الجنسية، معروف الأصل، ومعروف الاسم، وكل شيء مضبوط وفق مكاتب عمل يعني مسجلة وموثقة من وزارة العمل. فهذا هو المشكل في ليبيا، إن هذه المكاتب غير رسمية وتستغل في العمالة الوافدة هذه اللي هي ممكن تكون الهدف منها هي عبور، يعني هي ممكن تشتغل في فترة مؤقتة ولكن لتضمن أنها هي تمر عبر ليبيا متجهة إلى دولة أخرى تكون هي هدفها في الأساس، ولكن في هذه الأثناء قد تستغل هذه العاملة أو هذه الموظفة أو تنتهز الفرصة فإنها هي قد تسرق. فقط أستاذة سمية، هل لديكم أرقام رسمية أو على الأقل نقول أرقام تقريبية لنسبة هذه العمالة أو لعددهن في مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، أو أن هذه الشركات الوهمية وهذه الطرق الغير رسمية صعبت عليكم إيجاد أرقام؟ على العموم بالنسبة للأرقام، لأن هي في الأساس هذه غير مسجلة وغير موثقة، هذه يعني من الصعب أنك أنت تجدي لها أرقام وإحصائيات إلا عن طريق ضبطها في مخالفات معينة، وهذه ترجع إلى الجهات الضبطية أو وزارة الداخلية أو منظمة أو الجهات المسؤولة عن الهجرة غير الشرعية. ولكن من ناحية البحوث والدراسات قد لا تجدي الأرقام الصحيحة، لأن من الصعب أن هي جهة غير رسمية فإنها هي يعني تضبطيها وتسجليها وتعرفي أرقامها. أكيد. شكرا لك يا الأستاذة سمية بلطيف، رئيس قسم السياسات والبرامج بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي. نواصل معكم مشاهدينا الكرام ونمر إلى خبرنا الدولي لليوم، حيث كشفت نتائج أولية لدراسة تقييمية سريعة جديدة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لسكوا أن التنمية البشرية في مصر، لبنان والأردن من المتوقع أن تتراجع بسبب الحرب على غزة، وأوشك النظام الإنساني في غزة على الانهيار، ما يعرض حياة أكثر من 2.2 مليون من السكان لخطر داهم مع كل يوم تستمر في هذه الحرب، فإن تداعياتها على الدول المجاورة في منطقة الدول العربية ستتسبب في انتكاسات اجتماعية واقتصادية
طويلة الأجل. وحال أكملت الحرب شهرها الثالث الحالي، تشير التقديرات الأولية إلى أن 230 ألف شخص إضافي سوف يقعون في براثن الفقر في الجارات مصر، الأردن ولبنان بحلول نهاية عام 2023، وذلك بسبب تكلفة الحرب من حيث الفاقد في إجمالي الناتج المحلي، والذي قد يصل إلى حوالي 10.3 مليار دولار أمريكي أو 2.3% لهذه البلدان الثلاثة. تتناول الدراسة التقييمية بعنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لأزمة غزة على البلدان المجاورة في منطقة الدول العربية العديدة من العوامل أو من عوامل التأثير الإقليمية المحتملة بناء على الدروس المستفادة من الصراعات السابقة في المنطقة، بما في ذلك غزو العراق عام 2003 والحرب في غزة 2008-2009 والأزمة في سوريا التي لا تزال تحتدم منذ عام 2011. وتشمل تلك الأثار التغيرات في أسعار النفط وتدفقات اللاجئين، أيضا الضغوط على الدين العام والحيز المالي، أيضا السياحة والتجارة وغيرها. وتشير الدراسة التقييمية إلى أن عوامل التأثير تلك يجب مراقبتها بعناية، إذ تظل مكامن للمخاطر وإن لم تظهر أثرها بشكل كامل بعد الوقت أو في الوقت الحالي فلنقل. ويقدر معدو الدراسة التقييمية السريعة في هذه الحالة أنه إذا امتدت الحرب لأكثر من 3 أشهر فإن الآثار الاجتماعية والاقتصادية على البلدان المجاورة ستتعاظم، إذ تتوقع تقديرات الحد الأعلى أن امتداد الحرب بما يتجاوز 3 أشهر من شأنه أن يدفع أكثر من 500,000 شخص للوقوع في براثن الفقر، وأن يصل إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي إلى 18 مليار دولار أمريكي أو 4% للدول الثلاثة مجتمعة في عام 2024. ومع ذلك يحذر معدو الدراسة من أنه إذا توسعت الحرب في نطاقها الجغرافي فإن تأثيراتها ستتصاعد وستتعمق أثارها بشكل أكثر وضوحا، ولذلك يطالبون باتخاذ تدابير عاجلة لبناء قدرات البلدان المجاورة المتأثرة على مواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، مشددين على أن الأولوية يجب أن تكون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الحرب لوضع حد للدمار والمعاناة التي لا توصف في غزة وفي الأرض الفلسطينية. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، اهلا بكم من جديد في اقتصاد بلاس. نتواصل او نواصل معكم اسواق بلاس، جوله في محل بيع المواد المنزليه بغت. من 4 جنيه لين 15. طبوات نفس الشيء 5 دينار و 7 جنيه. ورق زبدة 5 دينار. واصي من 5 دينار ل 45 جنيه. الطاولات نفس الشيء، طاولات 60 45 80. نقارة ب 75 و 85. لازمات 500 و 650. عندك فواصل الشاي من 4 جنيه ل 35 جنيه. والصحون جنيه ونص وزوز ونص و 4 جنيه ل 15. الصفر في 8 دينار و 45. ساعة المثالة
سواء 35 40 45 في فردية في زوجية في أخبار الورد من 5 دينار 45 في المتابع 140 ايه في على الفور ريال 200 في 85 في 40 30 15 صوام في على الشاي ب 230 عندك هي التهدية ب 205 نهاية موعدنا اليوم من اقتصاد بلس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي غدا بإذن الله.